شايفة جدعان النهاردة فيديو جديد. النهاردة هنروح معرض العربيات، وهناخد أحلى عربية. تعالوا بس نروح الأول. إيه بس قبل ما نروح، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان ينزلكوا كل جديد. متنسوش كمان تعملوا كومنت حلو، ممكن نعمل لكم سلسلة عن بتاعتي بتاعت الكومنتات اللي انتوا عاوزينها واحنا نعملها لكم. بس نروح معرض العربية والبوليس براحتنا، ونعمل مقلب في الناس وكده. يلا يا جدعان بس نجيب بس بتاع يا جدعان. وصلنا أحلى عربية، بص يا جدعان جميلة جدا ملموسة. وسريع، تعالوا نروح معرض البوليس ونقدم فيه. ممكن أقول لكم على شفرات كمان. تعالى بس نروح الأول معرض البوليس وأحلى عربية وانضموا البوليس كمان. تعالى بقى نكتب شفرة الأسلحة NUTTERTOONS. واحنا جدعان هتسأل فوق الشفرات اللي هنزلها لكم على الشاشة فوق. ماشي، تعالى بنخش على البوليس نضرب أي حد قدامنا. فين فين حد في الجناب الأول؟ حد في الجناب، حد في الجناب. يلا يلا هو أبدأ أشغل يا جدعان. أيوة هو ده يا جدعان. هنقتل البوليس وهنقتله كمان مرة مش هنسيبه. أصلا أنت مش بوليس. أنا جدعان الواد مات ملحقش. يلا نجري من هنا بسرعة. بس انا بس الناس دي يا جدعان في ناس هنا كمان تحت في القنبلة. يلا نجري دلوقتي على الناس. وهناخد العربية ونجري بسرعة. يلا ناخد العربية ونجري. اهو اهو اجري اجري. بسم الله الرحمن الرحيم. اجري اجري اجري. بص يا جدعان الناس مستنية كلها، البوليس كله وعربية ورايا. حلو ماشي. واحنا كمان اسرع عربية واحلى عربية. انا مش هتقدر تجيبنا عربية البوليس كانت لسه جنبنا بالظبط. الموتوسيكل اهو. ايه الموتوسيكل ده؟ ايوه حسب. يلا اهو جدعان ده الموتوسيكل اتفرتك. اسرع عربية بقى. عاوزين ايه؟ جدعان احنا لازم نقتل البوليس ده. يلا بدل هما يعملوا لنا كمين احنا هنعمل لهم كمين. يلا بقى ونبدأ. عند الناس هتقتل في بعض. انا هلعب ايه ولا ايه؟ يلا بقى نقتل. بص الطيارة، طيارة بنت لذينة. ننزل بقى دب مش هنسيبه. جدعان خلي بالكم. يلا جدعان اهو بنقفل اي طيور. غير غير غير. يلا بقى نقتل البوليس. ده اساس عادي. يلا بقى نجري يا جدعان. اجري اجري اجري. تي تي تي. نخش على الصحراء يا جدعان. نخش على الصحراء. يا صحراء منين؟ ايه الصحراء ده؟ انا مش شايف العربية. ويا سلام في الصحراء كمان يا جدعان. بصوا يا جدعان السرعة اهي. نروح فين نروح فين؟ معرفش. اه يا جدعان قربنا نخلص.
خلاص يا جدعان كده خلص الفيديو، ارجوكوا لكم اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.